مشاهدينا الكرام، من لا ماضي له لا مستقبل له، وتراثنا غني بالكثير والكثير وضارب في أعماق التاريخ. ولذلك فمن الواجب أن يتناقله ويورثه الأجداد للأبناء. من هنا من ولاية قريات وبالتحديد من حيل الغاف، نقدم شكلا من أشكال تراثنا الشعبي، إنه السبلة. والسبلة هذا المكان الذي يتم فيه ذلك التواصل الإنساني بين الناس على مدى الزمن، يتناقلون فيه أخبارهم، يحلون فيه مشاكلهم، ويتسامرون فيه. مشاهدينا الكرام، كنتم معنا لتوكم في السبلة بشكلها الجديد.